نحن في شط دبي دائما نبحث عن موقعنا في مجال التنافسية العالمية. اليوم لله الحمد أكدنا من جديد في شط دبي، تفوقنا على كبرى الشركات، حصدنا 4 جوائز ولله الحمد. نبارك للقيادة العامة لشرطة دبي اليوم فوزها في 4 فئات عن جائزة فيوتشر وورك بليس أوردز. تأتي مشاركة القيادة اليوم لتعزيز التنافسية في مجالات الموارد البشرية على الصعيد العالمي والإقليمي وأيضا على الصعيد المحلي، ونفتخر اليوم بقيادة فوزنا بالمركز الأول عن فئة أفضل مبادرة ابتكارية لمنصة إيفاد، وكذلك فوزنا أيضا عن منصة ارتكاز عن أفضل تنفيذ لمبادرة ابتكارية.